عرقوب هو رجل من قبائل بلاد الشام كان بيوعد الناس وبيخلف الوعد وما بيوفي بوعده. الأشجعي قال بعرقوب بيت شعر بيقول: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. عرقوب حاله حال الأنظمة الفاسدة اللي بتوعد بالأمل وبالعمل وبالبطاقة الذكية وإلى آخره. بس ما رح نحكي عن نظام أسد، لا، رح نحكي عن شيء بيشبهه من ناحية الوعود بالتغييرات والتطوير والسير نحو الأمام. هذا البيت الشعر تذكرناه لما شفناه خبر من أفغانستان، اللي بالبداية طلعوا بلقاء مع مقدمة امرأة وحكوا إنه بالعكس الامرأة رح يكون في إلها دور، ونحن تعلمنا وتطورنا ويعني تعلمنا من الامرأة لحتى يطلع قرار من المستشار الجديد للحركة بالجامعة محمد أشرف، والقرار مذكور بصورة من رويترز بيكون مكتوب عليها: منع النساء الأفغانيات من التدريس أو الالتحاق بجامعة كابول أو حتى دخول الحرم الجامعي إلى أجل غير مسمى. ويقال أنه أشرف برر القرار أنه هو بهدف خلق بيئة إسلامية، وقال: في حال لم تتوفر بيئة إسلامية حقيقية للجميع فلن يسمح للنساء بالقدوم إلى الجامعات أو العمل. من التعليقات اللي إجت على هذا الخبر تعليق من كمال بيقول: أكثر شغلة مزعجة بهدول الجماعات وأمثالهم أنه معتبرين تطبيق الشريعة هو بس للنسوان وعزلهم. يعني كل الأمور اللي طالب فيها الشرع من عدل وتكريم للإنسان والمساواة أمام الشرع ونزاهة القضاء وعدم التعدي على الحقوق الفردية وصونة ما لها مهمة، بس ظلت على تغطية النسوان. طبعاً حتى ما حدا يزاود، مالي ضد الالتزام بالتعاليم الشرعية للحجاب، بس مثل ما قلت التعاليم وأحكام الشريعة مو أحكام الأعراف والتقاليد والمزاودات. تعليق من عبيدة بيقول: المرعب أنه في ناس هون حاطة أحببته، يا إلهي على هذا التخلف والرجعية. تعليق آخر بيقول: هو بصراحة نحن لما شفنا التقدم بجماعة الرينبو والنسويات والتعدد الثقافي طبيعي نرجع. بكل بساطة شايفين لقدام شو رح يصير. المضحك إنك مفكر كلمة رجعي مسبة. تعليق آخر من أحمد بيقول: يا سيدي فعلا بقر، قلنا بلكي بيكونوا بيفهموا، بس طلع العكس، عم يخترعوا دين جديد وبيزاودوا فيه على النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. يبدو أن التنظيمات ما بتقدر تخلع عباتها لأنه شريعتها من هاي العباية قدام الأنظمة الدولية. ولا شو رأيكم مشاهدينا؟